السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا احلى ناس في الدنيا؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد عن احسن دولة في دول امريكا الجنوبية اقدر اعيش فيها وافتح فيها مشروع. اولا يا صاحبي، امريكا الجنوبيه ليست اوروبا. امريكا الجنوبيه كلها دول اقتصادها اقل من اوروبا بكتير، ودول فقيره مش غنيه، ولكن خيار للي ما صحلوش انه يسافر اوروبا او يسافر الخليج يشتغل. احسن دوله في دول امريكا الجنوبيه، وهي الدولة اللي انت تقدر تفتح فيها مشروع، وانا ارجح لك الارجنتين وتشيلي والاوروغواي، ولكن انصحك ابعد عن الاكوادور وبوليفيا وفنزويلا والبرازيل. كويسة بس انا بالنسبة للبرازيل لا، لان البرازيل دولة خطيرة جدا جدا، ودولة بتتحدث لغة واحدة حول العالم، اللغة البرتغالية، ودولة خطيرة. يعني ممكن مشروعك يفشل، ممكن مشروعك سطو مسلح، ممكن دولة خطيرة منتشرة فيها السرقة والنهب وعصابات المافيا، ومع كثرة عدد السكان الشرطة لا تسيطر على الدولة. الأمان في العواصم، في المقاطعات الكبيرة زي ساو باولو، زي برازيليا، زي ريو دي جانيرو. دي المناطق اللي فيها امان، لكن كلما بعدت عن العاصمه زاد السطو المسلح وزاد قله الامان. فانا انصحك بتشيلي او الارجنتين، افضل دولتين في امريكا الجنوبيه للاستثمار والاستقرار لفتح مشاريع. تقدر تفتح مطعم، تقدر تفتح محل خضار، تقدر تفتح مغسلة ملابس، تقدر تفتح صالون حلاقة، تقدر تستثمر في الأرجنتين وتشيلي. الأرجنتين وتشيلي أفضل دولتين في أمريكا الجنوبية، اسمع مني، أفضل من الإكوادور، وأفضل من بوليفيا، وأفضل من فنزويلا. تشيلي والأرجنتين أفضل دولتين في أمريكا الجنوبية. وبعدين اعمل حسابك ان انت هتيجي تعيش في دولة مسيحية، عدد المسلمين فيها قليل وعدد المساجد قليل، انت هتيجي تعيش في دولة عادات وتقاليد مختلفة عن بلدك. هتلاقي كنايس، هتلاقي خمارات، هتلاقي بارات، هتلاقي شعب بياكل لحم خنزير، هتلاقي شعب بيشرب خمور، هتلاقي. فانت قبل ما تهاجر او تسيب بلدك وتفكر انك تستقر في دولة من دول امريكا الجنوبية، اعمل حسابك ان انت هتعيش في دولة مسيحية. ولكن هي دول كويسة، يعني احسن من بلادنا، الحكومات فيها بتحترم الانسان، بتلاقي الخدمات كويسة، مستشفيات على مستوى، مواصلات على مستوى، حدائق، منتزهات، مترو انفاق، عدد سكان قليل. يعني تخيل مساحة كبيرة جدا وعدد سكان قليل. فانت عشان تيجي وتهاجر اقل مبلغ مش هقولك 10,000 دولار، انا قلت قبل كده 10,000 دولار، ولكن هو مبلغ، انت عاوز مبلغ احتياطي عشان لو مشروعك فشل، عشان تقدر تعيش وتستأجر وتصرف لغاية ما المشروع بتاعك يقف على رجله. انت واخد بالك؟ لان انت ما تضمنش مشروعك هيفشل هينجح، دي حاجة في علم الله سبحانه وتعالى. فانت محتاج 25,000 دولار، يعني مبلغ كويس انك انت تفتح مشروع، ماشي، وتقدر تصرف وتتأجر وتعيش لغاية ما المشروع بتاعك يقف على رجله.
وليه انا بنصحك واقول لك ابعد عن بوليفيا والاكوادور وفنزويلا؟ ليه؟ لانها دول فقيره يا صاحبي، اقتصادها تعبان منخفض. انا بدلك على الصح، بدلك على السكه الصح. افضل اقتصاد في دول امريكا الجنوبيه الارجنتين وتشيلي والبرازيل. ولكن انا بالنسبه لي البرازيل لا، للعوامل اللي قلناها قبل كده، صوته المسلح ودوله خطر وتعداد سكان كتير ولغه واحده حول العالم. لا، افضل البلدان في امريكا الجنوبيه للاستثمار والعيش الارجنتين وتشيلي. وبعدين لو دخلت البلد سياحه ماشي، الارجنتين وتشيلي ومعاك المبلغ، عادي تكسر تاشيره السياحه وتفتح مشروعك، تكسر تاشيره السياحه وتفتح مشروعك لو معاك المبلغ ده. بتقوم محامي، يا ما اكتر المحامين العرب، بس حاول تختار، حاول تختار محامي كويس. مش كل المحامين صابح زي بعض، صابعك مش زي بعضها. في محامي يستنزف اموالك وفي محامي كويس، والله انت وحظك اختار. تختار محامي يجري لك في الاوراق وتبدا تفتح المشروع، وبموجب مشروعك بتحصل على اقامه، تحصل على اقامه، ممكن تشتري بيت ماشي. بموجب مشروعك بتحصل على اقامه في الارجنتين او تشيلي. وانتظرونا في الحلقات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي ما يعرفنيش، أنا علاء الدسوقي، مصر، عايش في أمريكا الجنوبية، هنلف العالم مع بعض. اشتركوا في القناة، كل هدفي إنك تستفيد وتكون سعيد.